قادمة حشرات الرأس قلناها قبل كده، ولكن سريعا أيضا زيت اليانسون. زيت اليانسون يدلك به الشعر جيدا ويترك على الرأس لمدة ساعتين، ثم بعد كده يشطف التشطيف العادي. هنعمل العملية دي 3 مرات متتالية، ثم بعد كده مرة كل أسبوع لمدة شهر. زيت اليانسون يدلك به شعر الرأس جيدا لمدة 3 أيام متتالية، ثم بعد كده مرة كل أسبوع لمدة شهر ويغسل بعديه بساعتين.